السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناة أم أركان، قناة للأفكار التربوية. كما وعدتكم بأن أي أفكار أو أي تساؤل تطرح غادي نحاول نجاوب عليه. ومن ضمن تساؤلات واحد الأستاذة قالت لي بأنها محتاجة لبروجي دو كلاس أونيتي 3 ماريونيت. غنقترح عليكم جوج الأفكار اليوم، نتمنى أنهم يعجبوكم. سي لا بروميير، انتبهوا، هي هذه بامكانيات بسيطه وفي متناول جميع التلاميذ وما فيهاش اي خطوره، ويمكن له يستعملها ابخي البروجي تبقى عنده كسوفينير. وها الثانيه، اذا كنتم مازال ما شاركتوش في القناه ما تخرجوا حتى تضغطوا على الزر الاحمر والجرس الموجود تحت الفيديو لتوصل بكل شيء جديد. مازال مجموعه من الافكار اللي ما طرحتش في القناه. الان غادي نشوفوا الطريقه باش صيبنا هذه وباش صيبنا هادي. بالنسبه لهاد الماريونيت اولا هاد الدميه، بالنسبه لهاد الدميه غادي نحتاجو مكونات بسيطه اللي في متناول ديما الاطفال اللي يمكننا نخدموهم في القسم. عندنا داك هذا الكاس الفارغ ديال واحد الياغورت من اي نوع، المهم غير يكون ابيض الاسفل ديالو. يمكننا كذلك نستعملو الكيسان البلاستيك الكيسان جيتابل اللي كنستعملو مثلا في الحفلات، ولا ماركور احمر و ماركور نواغ. وعندنا خاصنا واحد السنته من اي لون بغيتنا، وعندنا اللصاق، هذا ما تبقى من لاتولي ديال الدميه الثانيه، اولا واحد اما جورب الجزء منه واما قطعه من الثوب. غادي نبداو اول خطوه غادي نديرو، غادي نخدمو هنايا اللصاق باش نصيبو هاد القبعه بالنسبه لهاد الماريونيت. اول حاجه غادي نحاولوا بليساق، غير انا هذا هو اللصاق اللي متوفر عندي في المنزل. يمكن لكم تخدموا لصاق من نوع البوماد كيكون كيلصق احسن، انا المهم عندي غير الفكره تحت طلب واحد الاستاذه اللي قالت لي البروجي دو كلاس. بالنسبه لهذا القطر ديالو اولا العرض ديال الطول ديالو خصو يكون حسبتيه مسبقا، وغادي ندير هاد الثوب بهذه الطريقه هذه. ومن بعد بنفس الطريقه باش درنا القبعه ديال الدميه الاخرى غادي نديروها، غادي نلصقوا هذا وغادي نتبول بواسطه لاستيك. هذه هي القبعه من بعد ما ثبتها، غير الجماليه فقط كنخدم مع مقص وكنحاول نخدم فيها بحال هكا باش من بعد غادي نوريكم علاش درتها. من بعد غادي نحاول نرسم العينين بحال هنا وهنا بواسطة الماركور الأحمر، غادي نحاول نرسم النيف. غادي نرجع الأسود وغادي ندير عبارة على نقط. من بعد غادي نحاولو نديرو الكشكول إما بالفسينتا وإما بواسطة أي خيط من نوع تاني. أنا غادي ندير هادي بالطريقة ديما اللي وريتكم ديال اللصاق، راني كنزيد وكنأكد على أن اللصاق إلا كان من نوع آخر غادي يشد وغادي يثبت حسن، غير أنا غير متوفر عندي في المنزل كندير غير يكفي أنني غادي ندير هنا، وإلا كان رقيق من هذا غادي يكون أحسن. وعاوتاني غادي نثبت الفوق ديالو. وبالنسبه لهذا اللي زايد غادي نقطعو من هنا فين، وغادي نحاول ندير واحد الطريقات بحال. بالنسبه للمسائل اللي غادي نحتاجو بالنسبه لهاد الدميه، غنحتاجو جوارب اولا تقاشر في اي لون بغيتي يفضل، المهم انا خديت هاد اللون هذا. غادي نحتاجو قطن اولا سوفلي متوفر في المنزل، غادي نحتاج المهم الجوارب كما قلت، وعندي دي ماركور وعندي لاسيكات اما هذا واما هذه غتخرج لك بزاف، يكفي انك تنيها بحال هكا. اول حاجه غادي ناخذ هاد الجوارب الكبيره وغادي نملؤوها الداخل ديالها بالقطن حتى لهنايا. غادي بهاد التقنيه هادي غادي نعمرها الداخل بالقطن اولا الصوف غير اللي متوفر. غريب من بعد ما عمرتهم بالقطن، المرحله اللي غادي تجي من بعد غادي ناخذ واحد الاستيك اللي وريت من قبل وغادي نحاول نسد به هنا هافي اتلبي واحد جوج. غادي نقطع من بعد
المرحله الاخيره كنحاول كما كتشوفوا غادي ندير هنا لو كور وهنا الراس يعني الجسد وهذا غادي ناخذ اللاستيك الثاني وغادي نحاول نقطع الا رديتوا البال طيله ها الراس وهذا دابا غادي نستعمل هذا السبراطه بالنسبه لنا انا غير استعملتها حيت موجوده عندي في الدار اما يمكن لك انك تستعمل ورقه بيضاء ولي ساق او لا كولا اي ولا شي حاجه اللي تلصق لك هنا هافين غادي نرسم دائره اللي غادي نديرها هنا في الكور وباش ندير الوجه القطع هادو هما القطع ديال سبرادرا من بعد ما قطعتهم للاشاره راه يمكن لي نرسم بحال هادو في ورقه بيضاء وبوسطه لي ساق نلصقهم صح هنا حليت هادي غادي نلصقها بحال هكا في الكور كما كتشوفوا انا استعملت راني كنعاود ننبه بان بامكانك تستعمل غير الكولا مع ورقه بيضاء انا خدمت سبرادرا حيت موجوده عندي في الدار بنفس الطريقه غادي نحاول ندير هذا هنايا في البلاصه ديال الوجه ها انتما كما كتشوفوا هذا هو الجسم ديالنا اللي تصيبناه دابا غادي نصيبوا له القبعه القبعه هو هاد الجوارب ماشي ضروري يكونوا صغارين خص تقدر تاخذهم كبار اولا قطعه ديال الثوب وغادي نخبيو هذاك الجزء اللي كنا شدينا غير بلاستيك بهذه الطريقه هذه واخا غادي تغطى لنا جزء في الوجه ماشي مشكل غنخليو غير الجزء فين نرسمو العينين والاخر من بعد الطريقه الثانيه غادي نقبط من هنا وغادي نقطعها بواسطه لاستيك الا ما كانوش عندكم دوك لاستيكات اللي استعملنا كيما وريت في واحد الفيديو عندي قبل نقدر نستعمل هذا وكتعطيني كميه اكبر ويمكن لي نخدم بها التمد كاملين غادي ناخذهم وغادي نحاول نثبت هذاك الجزء بهذه الطريقه هذه دابا غادي نرسم هنا العينين والفم هذا هو الشكل النهائي ديال الماريونيت ديالنا نتمنى تكون عجبكم اللي زوين في الفكره انها امكانيات متوفره الجوارب يمكن اي تلميذ عنده الجوارب ديالو ما بقاش مستعملها اولا مثقوبه في شي جانب هذا الجوارب الثاني